الرسوخ العلمي لدى الشيخ العلامة محمد الموسوي. يعتبر الشيخ محمد الموسوي من علماء الشيعة، بل ذكر القرآني أنه علامة. الله يعزك ويرعاك، وأحييك وأحيي الأخ الفاضل العلامة سيد محمد الموسوي وعثمانكم غيرهم، وهم عندهم فقه. وهذا السؤال اللي أنا طرحته أطرحه على علماء الوهابية جميعا، وأتحدى من يأتيني بجواب علمي لماذا تركتم. وأنت أيضا إذا إن كنت من طلابهم أو من أفرادهم أيضا أجبني إذا كان عندك جواب. لماذا تركتم فقه أو سنة رسول الله التي رواها أهل البيت وأخذتم بأحاديث من غيرهم؟ ما الذي صرفكم عن طيب. أهل البيت؟ أوكي. أقول لقاءات مشتركة. خلينا في المنهج. كيف تتفق على المنهج؟ أنا أقول دكتور، كل فرقة، كل مذهب، كل دين، إذا احتج عليه أحد يحتج بكتبه ومؤلفاته. أما يقول احتج بالعلماء، أليس هو يقول نحن أتباع الأئمة أهل البيت نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت؟ لا نحتج عليه بأقوال علمائه، نحتج عليه بأقوال أئمة أهل البيت في الحديث من ينقل عنهم، عن علي رضي الله عنه ذلك. وعن غيره رضي الله عنه أجمعين. أصبر نقبل ذلك. طيب، هذه الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الثمانية، هو يقول ما صح عنهم، هم ما عندهم أصلا تصحيح وتضعيف في الحديث. على كل حال هذا رأيك، هذا على كل حال رأيك، هذا رأي علمائكم وليس رأيي. لا أكمل كلامي. والآن شاهدوا معنا المستوى العلمي الذي وصل إليه العلامة محمد الموسوي. العلماء يصححون وكذا، أنا أريد فقط حتى أنا أستطيع أني أستدل يعني من كتبهم وكذا. زين، ما هو تعريف الحديث الصحيح عندهم؟ أريد أن أعرف تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح يعني من الحديث الذي يرويه أو رواه الثقات. بس هذا تعريف الحديث الصحيح؟ الثقات اللي رواه الثقات، الذي يصححه يعني يصحح رواته ثقات، يعني كل الرواة ثقات برأي المجتهد الذي يدرس الحديث. وبالتالي نحن لا نلتزم بأن كتابا معينا هو حج علينا برمته. ما يشترط اتصال السند؟ هو طبعا يا با، هو هذا معنى لا المعرفة، لابد أن يكون جامعا مانعا. يا عزيزي لابد أن يكون جامعا مانعا. الرواة يعني كلهم ثقات، يعني غير منقطعين، كلهم ثقات، كلهم ثقات. لازم إماميين؟ كلهم ثقات. لا، عندنا ما يقول بأنه غير الإمامي إذا كان ثقة نأخذ عنه أيضا، هذا كلامنا. الكاشاني أنا أقول لك ما نكده، والحلي والحر العاملي وغيرهم كثير من علماء الشيعة. طيب، يقولون تعريفا دقيقا ومضبوطا جامعا مانعا اللي هو تعريف الحديث عندهم. يعني أنا استغرب أن لما تسألت عن كتبه المعتمدة أنا ذكرتها وذكرت مؤلفيها ولم يذكرها. يا أنا الآن أنا تعريف الحديث الصحيح لا كما عرفه الشيخ. كيف تعريف الحديث الصحيح ما رواه ثقات؟ هذا كلام. الحديث الصحيح عند الشيعة كما ذكر العامل الحر العامل، وكما ذكر الحلي، وكما ذكر الكاشاني، وكما ذكر غيره، يقولون ما رواه العدل الضابط الإمامي عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. أنا أحفظ الحديث أحسن منه. فهو إذن هو حتى أحاديث ما الفرق بين المعنيين يا خميس؟ ما الفرق بين اتصال السند؟ أين ذهب الشذوذ؟ أين ذهب العلة؟ أين أن يكون إماميا؟ أين يكون عدلا؟ لا 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 هذا كله كلام. نحن نلتزم بأن الحديث أنت مشكلة أنت عاوز اللي ناخذه. أنا أقول الحديث صحيح، ليس رواة الثقة أو شيء ثقات وليس ثقات. أنت على أي حال كان هو هذه على قوتها فوتها ما يحدث. ما رواه العدل الإمامي؟ لا لا عندك أنت أنت الوهابي. ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ أنا أعرف حديثا سمين سمين. طيب إذن اختفى الشرط الإمامي. إذن ولذلك الآن أسأله صحيحة. أصبر هل تاريخ أصبر شيء. أنا الآن أمام الجميع. هل تجسم رب العالمين أنت؟ أنا دايما أقول لك أنت تجسم الله تبارك وتعالى يد ورجل
بناء على التصحيح. لا لا خلينا اجيبني يا اخي اجيبني الان انت اجيبني لا تضيع الوقت بالمحاضره خلينا خلينا ندفع لا دكتور لحظه يا جماعه يا جماعه الله له جسم الله يرضى ما نقول نحن الله له جسم ما تقول وهذا ابن تيميه امامك يقول ليس كمثله شيء لا طبعا هو الذي يقول سبحانه الذي يقول سبحانه ابن تيميه طيب هنجيب التوحيد هذا ابن تيميه سيد المسلم نجيب التوحيد جسم نجيب سيد المسلم هنجيب مبحث التوحيد اصبر شيء دكتور هنجيب مبحث التوحيد يا أمركم بهذا يا أخوان 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 يعني شرط أن لا يكون شيعيا هناك أكثر من 168 من رجالات ومن رواة البخاري ومسلم هم من رجالات الشيعة طيب الدقيقة اللي ما تكلمت الدقيقة التي سأكملها ما هي ثمن بارك الله فيكم جميعا الدكتور الآن وأنتم عوام ناس يعني تقلدون المراجع وهذا من علمائكم الكبار أنا طالب علم كما يقول إذا كان طالب العلم لا يعرف تعريف الحديث الصحيح فرعية أنا الآن أطلب منه طلبا ثانيا إكراما لعيونكم جميعا وهو أن يذكر لنا حديثا واحدا صحيحا يحفظه يجمع هذه الشروط أن يرويه شيعي إمامي بسند متصل عن مثله إلى منتهاه من غير شذو ولا علّه وأنا أمامكم الآن وهذا طالب علم عندكم أتحداه أن يأتيني بحديث واحد صحيح يجمع هذه الشروط ويذكر من خرجه ومن صححه لا أنت تريد أن تقول أنه يوجد أريد لا يوجد بهذه الطريقة التي بهذه الشروط لما يقول نحن نحتج بالحديث الصحيح وكذا وكذا هذا الان من طالب من طلاب يقول لا يوجد حديث صحيح هذا طلاب علمهم فليذكر لنا حديثا طيب صحيح انا ارد سؤالي عشان نرد اذا انت هذا تريد ان تصل لهذه المعلومه انه لا أنه يوجد لا يوجد حديث بهذا السند طيب اوكي لحظه بس الان اشكركم اجيب على كلامه خليجي. لا يا اخي يضلل الناس اقول لك جواب هذه دعوه اقول لك جواب اقول لك احاديثنا الصحيحه مذكوره في كتبنا وإن شئت فاذهب وارجع لها لكي ترى ألوف الأحاديث الصحيحة التي ينطبق عليها ما ذكرناه طيب لكن أسألك سؤالا واحدا أجبتم وأنا أسأل أخوتي الكرام أجبتم مقننة واضحة تماما أما الشيعة فليس عندهم قواعد لعلم الحديث ولذلك خليك منه هو الآن التزم فعلا اليوم أنه في كل الأحوال لم يكن يقاطع وبالتالي عمل الحجة علي وعليك طيب تفضل فنحن إذا يعني لازم تخليه وبعدين سجلها عندك وخذها طيب. علق عليه تفضل توقع يستطيع إن شاء الله يستطيع إذا أمكنك أن لا تتهم نعم إذا أمكنك أن لا تتهم نعم لكن نقول إلى الآن لم يقوموا بهذا لأنه ليس عندهم علم في المصطلح ولذلك ذكر هذا علماؤهم وليس هو علماؤهم يقولون علم المصطلح أخذناه من أهل السنة ولذلك لا يعرفونه إلا من بعد الحلي فما فوق في القرن السابع الهجري بدأ عندهم علم المصطلح وكله أخذ من كتاب علم الحديث لابن الصلاح وكتاب علوم الحديث للحاكم والرامه رمزي وغيرهم من أهل العلم في الحديث وكذلك علم الرجال لا علم رجال عندهم وإنما هي تخبطات وإذا قال الكاشاني وغيره تخبطات وتعارضات لا يمكن الجمع بينها ويقول الطوسي تضاد الأحاديث متضادة ومتنافرة لا يمكن الجمع بينها وعلى كل حال فلا توجد عندهم قواعد لتنقية الحديث فلا يستطيعون ولذلك يصححون حديثا هنا ويضعفون حديثا مثله بنفس الإسناد في مكان آخر ولذلك أنا الآن أوجه له سؤالا يا الآن يعني ما جاء الحديث اللي جاءت في تحريف القرآن الكريم وأنه 17,000 آية مثلا هذا الحديث الآن هل هو صحيح أو ضعيف؟ أن القرآن 17,000 آية هل هو صحيح أو ضعيف؟ يسجل ويجيب بعد قليل هل هذا الحديث صحيح أو لا؟
القضية وما فيها أن ما عندهم منهجية في معرفة الحديث الصحيح من معرفة الحديث الضعيف، بينما أهل السنة عندهم هذه المنهجية. يقول سؤال هل أن حديث أن القرآن فيه 17 آية 17 ألف آية صحيح اللي سألني المناظر، أقول هذا حديث باطل، لأن عقيدتنا بأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأولئك الذين يزعمون بأن بعض الشيعة أو بعض جهالهم يقولون غير ذلك ليروا، أنا هنا جمعت 50. الشيخ الآن يقول عن حديث 17 ألف آية يقول حديث باطل. الشيخ لم يستطع البارح أن يذكر لنا حديثا صحيحا واحدا يحفظه، ولا استطاع أن يعرف الحديث صحيح، والآن يفتي هذا حديث باطل وهذا حديث صحيح. هذا الحديث صححه المجلسي علامتهم، رواته كلهم ثقات. الكليني يرويه عن محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار قال النجاح شيخ أصحابنا في زمانه، عن أحمد بن محمد وأحمد بن محمد بن عيسى قال النجاح شيخ القميين موجيههم، عن علي بن الحكم وعلي بن الحكم قال عنه الطوسي ثقة جليل القدر، عن هشام بن سالم وهشام بن سالم قال عنه النجاشي ثقة ثقة. طيب، والآن عن طبعا أبي عبد الله جعفر الصادق والشيخ يقول حديث باطل. حديث باطل، حديث باطل كلمات لا وزن لها، وإنما هي دعاوى باطلة للخلاص من أمثال هذه الأمور. إلى الآن كما ترون بارك الله فيكم جميعا.